المرور، أي لون للوقوف، أي لون للعبور. اسمعوا واحفظوا عن إشارة المرور، أي لون للوقوف، أي لون للعبور. هذه الألوان نراها في كل مكان، يا ترى ماذا تعني؟ سوف نتعلمها الآن. أحمر أحمر أحمر، الأحمر يعني نتوقف تماما عند الإشارة، لا نقطع وكي لا نؤذي أي أحد من المرة. الأحمر يعني نتوقف تماما عند الإشارة، لا نقطع وكي لا نؤذي أي أحد من المرة. أصفر أصفر أصفر، أصفر يعني نستعد للحركة أو الوقوف، بين الأحمر والأخضر وقت قليل معروف. أصفر يعني قليل معروف. اسمعوا واحفظوا عن إشارة المرور، أي لون للوقوف، أي لون للعبور. هذه الألوان نراها في كل مكان، يا ترى ماذا تعني؟ سوف نتعلمها الآن. أخضر أخضر أخضر، عند الأخضر نتحرك ونكمل طريقنا، يتوقف الآخرون فقد حان وقتنا. عند الأخضر نتحرك ونكمل طريقنا، يتوقف الآخرون فقد حان وقتنا. أحمر أصفر أخضر، الألوان الثلاثة صرنا نعرف معناها، موجودة لأجلنا نلتزم حين نراها. الألوان الثلاثة صرنا نعرف معناها، موجودة لأجلنا نلتزم حين نراها. أحمر أصفر أخضر. ميمو بوم، يلا يا ميمو بوم، اضرب باللون الأحمر، اضرب باللون الأخضر. ميمو بوم ميمو بوم،
بتجربة تطبيق عالم مرح؟ ليس بعد؟ يوجد عليه العديد والعديد من الألعاب والأغاني الترفيهية والتعليمية للأطفال. حملوه الآن